اليوم أمسيتنا الثقافية كانت مليئة بكل المعلومات. من ضمن المعلومات اللي انعطت لنا عن الكنائس التي دمرت، عن شخصيات كمان خلينا نقول برزت من حلب. الشعب السوري دائما بطلوع وبنرجع بنعمر وبنبني، سواء كنائسنا سواء جوامعنا سواء كل قرنة وكل محل. حكينا عن مار سبعال عمودي اللي هو شفيع الأبرشية، أبرشية الروم الأرثوذكس. نتأمل إن شاء الله ترجع تضل الوحدة موجودة بسوريا، ونرجع لهالمناطق نشوف دارة عزة، نشوف عيد سمعان، براد، كيمار، 820 قرية وموقع أثري مسجلين بالتراث العالمي من قبل اليونسكو. طبعا الفن رسالة إنسانية عبر العصور. بهالأيقونات شفنا الأوصاف، شفنا الأشخاص، شفنا هالقديسين اللي عاصرونا ونقلنا رسالتهم من خلال هالفن. وكان فن الأيقونة الحلبي هو نقطة كتير مهمة بتاريخ فن الأيقونة وبتاريخ الفن الإنساني.